أهلا بيكم. إن شاء الله في مجموعة الفيديوهات دي هنتعرف مع بعض على الـ Supply Chain Management والـ Logistics والـ Warehousing، وكمان إن شاء الله نتعرف على بعض المعلومات الخاصة بالـ Operations والـ Operations Control. لكن اسمحوا لي قبل ما إن إحنا نبتدي نتكلم في الكورس، عايز أعرفكم بنفسي بسرعة. أنا اسمي محمد توفيق. الحقيقة أنا الفاوندر والأكاديميك دايركتور بتاع شركة اسمها الأكاديمي أوف نوليدج. في نفس الوقت أنا انستراكتور في الجامعة الأمريكية، وسابقا كنت رئيس قسم هندسة طيران الفضاء في مدينة زويل، وقبليها اشتغلت في جامعة القاهرة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية وجامعة الإمارات للطيران. يعني الحقيقة أنا بحب أتحرك كتير، ما بقعدش في حتة واحدة فترة طويلة. أنا الحقيقة اتخرجت من جامعة القاهرة سنة 93 من قسم هندسة طيران الفضاء، وخدت مجموعة من الدرجات الأخرى، آخرها كان دكتوراه من جامعة ماريلاند سنة 2003. ومن ساعتها الحقيقة رجعت مصر وقاعد فيها، وأرجو إن أنا أقدر أخدمها وأخدم الناس اللي موجودين فيها. في سنة 2008 ربنا رزقني بجائزة الدولة التشجيعية، ودي جائزة بحثية حصلت عليها الحمد لله بمجموعة أبحاث عملها الطلبة اللي كنت بشتغل معاهم، وطبعا يعني بشيء من المساعدة مني. خدت برضو جائزة المحاضر المتميز من الجامعة الألمانية سنة 2006، ويعني الحمد لله يعني بيقولوا عليا بعرف أدرس كويس، مش وحش يعني. أخيرا ده الإيميل بتاعي. بالإيميل بتاعي تقدر تتواصل معايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كلها تقريبا، وتقدر تتابع الكورسز بتاعتي والكورسات وكورسات أخرى من على موقع academyofknowledge.org. في نفس الوقت تلاقي إن بالإيميل بتاعي ده تقدر تلاقي القناة بتاعتي على اليوتيوب، فيها حوالي 800 محاضرة قصيرة في مجالات مختلفة، سواء في مجال الهندسة أو في مجال الإدارة. ويعني أكون سعيد جدا لو إنكم قررتوا إن أنتوا تتابعوني عليهم. دي معلش اسمحولي كانت مقدمة سريعة عن نفسي علشان نتعرف على بعض. وفي الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنتعرف على معلومات بقى عن الكورس قد تكون أهم بكتير من اللي اتكلمنا فيه في الفيديو ده. نشوفكم على خير بإذن الله، ونشوفكم في فيديوهات تانية كتير.